معلومات غريبة أول مرة تسمعها عن الحيوانات. حيوان الكسلان ما بيقدرش يرتجف، علشان كده بيواجه صعوبة إن هو يحافظ على درجة حرارة جسمه في الأيام الممطرة. أكبر أحفورة عنكبوت موجودة في الصين، طول بوصة واحدة ويبلغ عمره 165 مليون سنة، 10% من كل عظام القط في ديله. عين النعامة أكبر من مخها، عمرك كنت تصدق دي؟ والثعلب بيستخدم ديله للتواصل مع الثعالب الأخرى. مناخير الكلاب مبلولة لأنها بتفرز طبقة من المخاط بتساعدها على الشم. أسماك القرش ما بتستطش البشر وما بتعتبرهمش طعام، وبتحدث حوادث أسماك القرش عن طريق الخطأ. بتفتكرنا فقمات أو دلافين أو أي كائن بحري تاني بنفس حجم الإنسان. قلب الجمبري في راسه، يعني ناصح وعارف مصلحته، حاجة اتنين في واحد كده في النافوخ. فاعرف انت كمان مصلحتك وما تنساش اللايك والفولو وانك تصلي على النبي في الكومنتات. سلام.